السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. أكو تحف فنية أتمنى أن تدخل أسواقنا قريباً واستخدمها وتجربها بإيدي. كم جهاز هي؟ مو هواية كل سنة. واحد من هذا الوحش هو الأونر ماجيك في أس 2 اللي انطلق قبل كم يوم بالصين وإن شاء الله راح ينزل أسواقنا خلال شهرين. مو هواية جهاز يستاهل أن تسميه وحش، مو مواصفاته لا بس سعره لمواصفاته يخلي أبو الوحوش المطوية. واللي متابعنا يعرف أنه إحنا نحب هذه النوع من الأجهزة أكثر من أي جهاز عادي ثاني أيا كانت مواصفاته، لنعطيك تميز فريد وتجربة ساحرة. فشنو قصة هذا التليفون وليش حيل معجب بيه أني وليش متأكد راح يعجبك؟ هسه راح تعرف كل التفاصيل، بس أكيد ريد لايك من إيدك للفيديو ويلا نبلش. أنا محمد وأهلا بكم في الفيديو اليوم. الفي اس 2 من اونر تصميميا ما تغير هواية عن جيله الاول، لا يزال انحف فولد بالعالم، 5.1 ملم من مفتوح و10.7 ملم من مسدود، وبعده من الاخف 229 غرام، وهذا قريب على الاس 23 الترا واخف من الايفون 14 برو ماكس بهواية. بس الهنج مال تتحدث وصار من التيتانيوم والظهر بنوعين اما جلد او زجاج. المعالج هو الـ 8 Blood Gen 1 وهذا معالج قوي صح، بس من سنه 22 يعني اذا جانا بدايه السنه الجايه راح يصير اداءه خط ثالث. بس مهما يكون استخدامك الجهاز محترم وقوي لا تخاف، بس مو الأحدث، هذا الاختيار واحدة على الأقل. حافظ على سعر الجهاز وخلاه الأفضل بين الأجهزة المطوية، لأن سعره بس 910 دولار، وإذا دخل أسواقنا بهيج سعر أو حتى أي سعر أقل من 1000 دولار أقدر أعتبره صفقة محترمة، لأن أونر قدرت تحل أكبر العقد ويا أي جهاز مطوي بالعالم وهي البطارية. لأن الماجيك في أس 2 جانا بطارية 5000 ملي أمبير بشحن سلكي محترم 66 واط، ينطيك فل شحن بأقل من 42 دقيقة، 50% شحن بأقل من 25 دقيقة. أما كاميرات فتجيك بخلطة ممتازة، 50 ميجا بكسل أساسية، 20 ميجا بكسل تليفوتو، 2.5 اكس زوم بصري، و12 ميجا بكسل الترا وايد، فيديوهات 4K 1060 فريم، عدسة السيلفي مو قوة الكاميرات الظهر 16 ميجا بكسل تصور منها فيديوهات 4K 30 فريم بس، متحسس متوسط بصراحة. بس الشاشات هنا عندك محترمة ومحترمة حيل، الداخلية 7.92 انج LTPO الأحدث، حتى تقدر تغير تردد الشاشة بين 1 إلى 120 هرتز بشكل سريع وتوفر بطارية أكثر. تعرض لك 1 مليار لون وتدعم الـ HDR10 Plus والدولبي فيجن، وإضاءتها هي الأعلى بالعالم لليوم بأي شاشة 2500 شمعة. أما الشاشة الخارجية فقياسها 6.43 انج وبنفس الجودة، يعني 1:1. بصراحة إذا أونر سوتها ونزلت الجهاز بسعر 900 أو 950 دولار فراح تاكل سوق الفولدات والأجهزة مالتها أكل، ولا راح تلحق سامسونج ولا غيرها بيها، لأن هيج السعر لا يقهر. هذا كل ما عندنا فيديو اليوم، شنو رأيكم بالجهاز ومواصفاته وايش قد تتوقعون راح يكون سعره إذا نزل بأسواقنا؟ كتبونا رأيكم صندوق التعليقات، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي بخير وصحة وسلامة. تحياتي لكم، في أمان الله.